بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة اليوم نتقاسم معكم هذا الشريط مصور حول طريقة زراعة الكوسة أو القرع أو الكورجيت الخضراء على حسب كل منطقة وكل بلد كيف تدير يسميها. إن شاء الله غادي نبين لكم طريقة زرع من الألف إلى الياء. أولا من طريقة اختيار التربة، طريقة الحرث، طريقة التخطاط، طريقة الزريعة، التسميد، اختيار البذور حتى المرحلة الجني. أولا طريقة اختيار التربة أو النوع ديال التربة اللي تصلح في زراعة الكوسة أو القرع، هي جميع تقريبا جميع الأتربة تتصلح لزراعة الكوسة أو القرع، ولكن هي تتجي مزيانة في واحد التربة اللي هي تقريبا تكون فيها واحد 10% ديال الرمل و 90% ديال التربة باش تكون ثقيلة شوية باش الماء تيشدو داك التراب مزيان. ومعروف بأن القرع تحتاج الماء بزاف، ولا كانت التربة ثقيلة شوية تتشد الماء عليها. ثم طريقة الحرث ديال الأرض اللي غادي نزرع فيها الكوسة، من الأحسن تحرس واحد جوج حرسات كبار بطروا ديسك ولا بمحرات الكبير ديال العمق، يعني ديال واحد الحرسة ديال 40 سنتيم ولا 50 سنتيم. وهاد الحرتات خصهم يكونوا حرتات اللي هما مكروازين ولا متعامدين متقاطعين، يعني الحرتة الأولى العكس الحرتة الثانية. من بعد تجي طريقة ديال التخطيط، الطريق ولا التراساج. من الأحسن يعني تتراسي ما بين الخط والخط واحد المتر، ما بين الخط والخط متر. أنا بالنسبة لنا في هذا الحقل هذا درنا تراساج ديال 75 سنتيم ما بين الخط والخط، ولكن خلينا واحد الخط فارغ من اليمين وخط فارغ من اليسار، ما تنزرعوش نخليوه خاوي. الأهمية ديال هاد التراساج ولا ديال هاد التخطيط هذا أنك تخلي خط خاوي من الجناب ديال جوج خطوط اللي هما عابرين باش تستافد من بعد الممر اللي هو فارغ ولا حر باش تداوي بطريقة سلسة، ولا تدشني بطريقة سلسة وسهلة. ثم طريقة الزرع تنجيو ما بين الخط ما بين الحبة والحبة ولا ما بين البذرة والبذرة، تنديرو واحد الحفرة بحال هكا كيما تشوفو، واحد الحفرة هكا ما بين الحفرة والحفرة تقريبا تنديرو واحد 80 سنتيم، 80 سنتيم حتى المتر، 80 سنتيم حتى المتر. طريقة السرح ديال البذور، من الأحسن تندير البذرة يعني واقفة وتكون يعني الجهة مين تتنبت تكون من الفوق باش تربحو الوقت ديال الإنفاس ديالها، لأنك إلا درتيها مقلوبة النبتة تتهبط للأسفل وعاد تتولي الدور للفوق باش تخرج. دونك تضيع لك واحد يومين حتى 3 أيام من ديال الإنفاس. بالنسبة للتسميد، من الأحسن دير واحد التسميد يعني واحد لونغري دافو ولا تسميد اس اس، واحد السماد اللي هو اس اس ان بي كا من الأول، لأن الان بي كا تيتعطل في التحليل ديالو تقريبا ما تيتحلل حتى تكون النبتة طلقات الجذور ديالها ونبتات، وبالتالي تلقى داك المواد المعدنية جاهزة للاستهلاك. طريقة التسميد تهز تقريبا واحد الحفنة، تقريبا تدير ليها واحد الحفنة في الجنب ديالها ولا فوق منها في حال الطريقة كما تشوفوها فينا. ومن بعد تتردم عليها داك التراب اللي حيدناه من الفوق اللي حفرناه تيكون رطب باش الطريقة ديال الإنبات تكون سهلة بيد ديالك ولا بواحد القادوم كما تشوفوها فينا، يعني طريقة سهلة. بالنسبة الزرع ولا انواع ديال الزرع في ديال التربه، كاين اللي تيزرع في تربه ناشفه، كاين اللي تيزرع في تربه فاسقه. حنا في الفدان هذا اختارينا باش نزرعو في تربه اللي هي فاسقه يعني رطبه. تنسقيو الارض بعد النهار يوم قبل ما نزرعو، يعني تنسقيو تنخليوها تنشف شويه ومن بعد تنزرعو. هنا تنربحو تقريبا واحد السيمانة يعني الأرض تكون فازقة والبذرة تحطها في مكان رطب، وبالتالي المسألة ديال الإنبات تكون
سهلة. من بعد واحد السيمانة حتى 10 أيام حتى يكون الإنبات ديال البذرة. من بعد سيمانة تقريبا حتى 10 أيام تلاحظوها فينا أن الكوسة ولا القرع بدات تخرج تقريبا حبة هنا وحبة هنا قريبة ليها. دونك سرعة الإنبات ديال القرعة هي متعلقة بمجموعة ديال العوامل، ولا واحد جوج ديال العوامل اللي هما أساسيين. العامل الأول هو درجة الحرارة، يعني كل ما كانت درجة الحرارة مرتفعة كل ما تكون سرعة الإنبات سريعة. ثاني حاجة الرطوبة ديال الأرض، يعني كل ما كانت الرطوبة ديال الأرض مزيانة يعني بحالها زائد درجة الحرارة تكون سرعة الإنبات سريعة. دونك تقريبا من سيمانة 20 يوم تيكون الإنبات ديال القرعة حسب هذه العوامل هذه اللي ذكرت. بالنسبة للمسألة اللي ما شرحت ليها الكل هي طريقة اختيار البذور، ولا كاين بذور اللي هي بذور هجينة ولا إبريد، أو كاين بذور محلية. بذور محلية اللي هي بذور يعني ناقصة من الإنتاجية، عكس البذور يعني الهجينة ولا إبريد اللي تعطي واحد الإنتاجية اللي طالعة، وزائد واحد الجودة عالية في المنتوج، يعني في القرعة في المنتوج، عكس الزراعة أو البذور المحلية أو البلدية. نتمنى إن شاء الله يكون هذا الفيديو نال الإعجاب ديالكم. ما تبخلوش بالبارتاجي إلا عجبكم الفيديو والكليك على جيم باش تشجعونا إن شاء الله. وإلى شريط مصور جديد بحول الله، مع السلامة.